هل يجوز دفع الزكاة للأقارب إذا كانوا فقراء وهم الأب والأم والأخ والأخت؟ يجوز دفع الزكاة للفقراء من الأقارب صدقة وصلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، فلا بأس أن يعطي أخاه وعمه وخاله إذا كان فقير من زكاته أو صدقة تطوع صدقة وصلة. لكن إذا كان الفقير من آبائه أو أجداده أو أمهاته لا، لأن عليه ينفق عليهم، أو كان من ذريته لا يعطيهم من الزكاة ينفق عليهم، لأن الولد حق على ولد على أبيه ينفق عليه، والأم كذلك إذا كان عاجز وهي قادرة. المقصود الأولاد الذرية لا يعطون من الزكاة، بل ينفق عليهم أبوهم وأمهم من ماله إذا كانوا فقراء، وهكذا الآباء والأمهات والأجداد والجدات لا يعطون من الزكاة، يعطون من غير الزكاة. نعم. يقول الشيخ هل صحيح أن الزكاة لا تدفع للذي يرثك؟ لا مو بلازم، إذا كان أخ الله يعطي من الزكاة، كان فقير الصحيح لا بأس، إنما المنع في الأصول والفروع، الأصول الآباء والأمهات والأجداد والجدات، أو الفروع كالأولاد والأولاد الأولاد وأولاد البنات. نعم.